فعندما تصل الشمس إلى كبد السماء وهو منتصف السماء، هذا الوقت الصلاة فيه محرمة كما سيأتي في ذكر أوقات النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة والشمس في كبد السماء، لأن هذا الوقت تسعر فيه نار جهنم عاذنا الله وإياكم منها. فلا يجوز الإنسان يصلي في هذا الوقت لا نافلة ولا فريضة، عندما تكون الشمس في كبد السماء وهو قبل الظهر، قال بعض أهل العلم بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، بعضهم يجعلها نصف ساعة. هذا الوقت هذا وقت يعني وقوف الشمس في كبد السماء، هذا وقت تحرم فيه الصلاة. فإذا كانت الشمس في كبد السماء في وسط السماء فإن الصلاة محرمة هنا. متى تجوز؟ إذا تحركت الشمس عن كبد السماء إلى جهة الغروب، لأن قلنا تتحرك هي من طلوعها تمشي إلى أن تغرب، فهنا طلعت الشمس مشت 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 حتى وصلت إلى كبد السماء. فإذا كانت في كبد السماء نقول الآن لا أحد يصلي. فإذا تحركت عن كبد السماء إلى جهة الغروب هذا يسمى الزوال، زالت أي تحركت، زالت عن كبد السماء، تحركت عن كبد السماء. وذلك بعض الناس لما يقول متى وقت الصلاة الظهر، يقول إذا كانت الشمس في كبد السماء، لا، إذا كانت الشمس في كبد السماء صلاة محرمة، وإنما إذا زالت عن كبد السماء، إذا تحركت عن كبد السماء.